مرحبا هدوء اذا بتريد وين الحضور؟ خبر زملائكم انه هي المحاضرة عليها ثلاث علامات طالب مرق لي ورقة الحضور نحن وصلنا للفصل الرابع مقدمة يعتبر التواصل الاجتماعي بين المدرس والطالب داخل وخارج المحاضرة أحد أهم عوامل نجاح العملية التدريسية ألف, ألف داخل المحاضرة ينبغي على المدرس أن يراقب أعين الطلاب والتواصل معهم بشكل شفهي ومحاولة إيجاد جو تفاعلي بين المدرس والطلاب. مثلاً: لا ينبغي على المدرس قراءة المحاضرة من كتاب أو من شرائح ضوئية. ب خارج المحاضرة. باقي المحاضرة مقررة بتقروها لحالكم. حبيتوا هذا المدرس؟ كنت طالب وما كنت حبه ولما صرت استاذ قررت اني ما اكون مثله. باول محاضره لي حاولت كثير اني احضر المحاضره بشكل جيد وركز على التفاصيل الثقة ومع الوقت انا عم بعطي المحاضره وعم بعطي من كل قلبي. لاحظت تفرجت بعيون الطلاب شفتهم كلهم عاملين هيك. طالب واحد كان مركز شعره منكوش سالته في اي سؤال؟ قال لي بس شو مستفيد من كل هذا الحكي؟ استنتجت أن التحضير الجيد هو غير كافي لتخلي الطالب يدرس. لازم انا احاول ازرع الحافز داخل هذا الطالب، لازم احاول خليه يتحمس ويتشجع لحتى هو يدرس من قلبه. الدرس اللي بعده بدل ما تكون هي المحاضره عباره عن محاضره برمجه عاديه، ساويت المحاضره عباره عن برمجه فيروسات. وترعى كل الطلاب صاروا متحمسين انه كيف يبرمجوا هذا الكائن الغريب كل الطلاب صاروا مهتمين وصاروا مركزين داخل المحاضره وكلهم سلموا المشاريع باخر الفصل الا طالبين ما كانوا عم يحضروا وما كانوا عم ي... ولا سلموا المشروع انا صار عندي دافع اني حتى هدول الطالبين خليهم يتحفزوا خليهم يتحمسوا لحتى يسلموا هاي المحاضره اتصلت فيهم قلت لهم عم سناكم بالكافيه الفلاني تعالوا سلموا المشروع اجوا الطلاب بلش اسالهم عن المشروع ما كانوا يعرفوا يجابوا لانه كانوا اخذينه من زملائهم صرت انا اشرح لهم المشروع وعدت لهم الماده خلال ثلاث ساعات وضيفتهم عصير وكانوا كثير خجلين من حالهم انه شو العناية الفائقه ليش هيك بس اللي لاحظته انه بالفصول اللي بعد المواد اللي درستهم اياها كانوا مهتمين بالحضور ومهتمين بتسليم الوظائف والمشروع وصاروا متميزين. لاحظت انه الاهتمام الفائق والعنايه الفائقه بالطالب بتساعد تنعكس انه الطالب هو كمان يهتم بالماده فصرت اتواصل مع الطلاب بشكل اكبر، اتواصل معهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وصاروا يسالوني عن الاسئله والمشاريع والوظائف. مع الوقت لحتى اخلي الطلاب يقيم الحاجز بينه وبين الاستاذ، حاولت اني اكون مثل صديق لهم، مو كاني كمدرس عادي. ولاني بهمني اني افيد هذول الطلاب، عملت ويب سايت وعملت عليه رفعت عليه مواقع الكود تبع المحاضرات، وفي كان وظيفة أسبوعية بشكل أسبوعي الطالب لازم يسلمها. هذا الشيء بخلي بساعد إنه الطالب مو بآخر المح... آخر الفصل بآخر أسبوعين حيسلم المشروع أو حيدرس كل المادة. التعليم بحاجة للتدرج بالتعليم، مو بشكل مكثف في آخر أسبوعين مشان ما ينساهم. ف كل الطلاب بلشوا يسلموا الوظائف بس اللي صار عندي مشكلة فيه إنه كلهم صاروا عم يسألوني على الفيس، ورجع على البيت لما بدي آخذ راحة وأستراح مثل استاذ هي كيف نحلها استاذ هي كيف نعملها استاذ ما زبطت استاذ والله عقدتنا صار عندي عم ببذل مجهود مضاعف لحتى جاوب كل هدول الطلاب لحتى انا قلل من عدد الاسئله قلت خليني أسجل المحاضره كفيديو ساعه ونص بحطها على الانترنت وخلاص الطالب بيراجعها وبيشوفها لحاله مع ذلك ضل نفس السيناريو استاذ هي كيف نحلها استاذ ما شلون استاذ استاذ المشكلة كانت قلت له طالب خلص رجع للفيديو قال استاذ والله الفيديو طويل مزبوط المشكلة هي انه عدد الفيديوهات طول الفيديو كثير طويل مدة ساعة ونص والطالب داخل المحاضرة بيمر بمراحل من التركيز والتشرق والتشتت فلحتى راجعت الكورسات على الاونلاين لاحظت انه كل كورس بيكون هو عباره عن فيديو فيديو قصير وهذا الفيديو عباره عن فكره واحده من المحاضره والمحاضره هي عباره عن فيديوهات مجزئه فعملت نفس الفكره جزئت الفيديوهات قصت ارجع على البيت سجل المحاضره قسم المحاضره كافكار ونسقهم واضطر اختصر المحاضره لحتى يكون الفيديو ما يتجاوز 6 9 دقائق وسجل هذه الفيديوهات وارفع اياها على هذا اول شيء عاد علي بالفائده لانه انا كاستاذ صرت أشوف الطلاب صرت أشوف حالي بعيون الطلاب وصرت اشوف انه هي النقطة كان لازم مثال احكيه بطريقة مختلفة، هي النقطة كانت لازم اختصرها، هي ممكن الاقي مثال مختلف عنها، فهذا الشيء ساعدني انا كمان اطور نفسي وحتى نسق المحاضرات بشكل افضل. بالمقابل صار في الطلاب من هي من هي بهذا الناحية، صار الطلاب يهتموا أكثر بأنه صار عم يفهموا المحاضرات وبالتالي قلت عدد الأسئلة، قالوا الطلاب اللي لي فيني مشان يسألوني أسئلة عن عن الوظائف والكويزات. فلحتى انا كمان زيد من من رغبه الطلاب بحيث انه اقدر لهم مجهودهم وحسسهم اني كثير مهتم بمجهود اللي بذلوه، صرت وزع عليهم جوائز. صار يلي بيحل هالوظيفة في له هي الجائزه، اللي بيحل هي الكويز او هي المذاكره في له جائزه، ولو كانت جائزه رمزيه، انا ما كنت متوقع انه الطلاب حيهتموا بهي النوع من الجوائز، بس اللي تفاجات انه الطلاب صاروا يتنافسوا ويتحفزوا انه فعلا يتنافسوا على هي الجوائز بالنسبة لهم هي احترام من المدرس لهم بالنسبة لهم انه المدرس مقدر شغلهم غير فكرة العلامة هلا بحكم عملي بالجامعة وعملي بشركة برمجة لاحظت انه لسه في هو بين التدريس الحياة الأكاديمية والحياة العملية لحتى حاول قلص هي المسافة اتفقت مع رئيس الجامعة وما رئيس الشركه انه ناخذ مجموعه من الطلاب ونخليهم يتدربوا بهي الشركه. المفاجئ انه كانوا الطلاب في بعض الطلاب كانوا احسن من أسا... من مدر... من موظفين موجودين داخل الشركه والشركه احتفظت فيهم كموظفين. بالاضافه انه في طالب المهمه اللي كان مطلوبه منه الشركه سلمها كمشروع اكاديمي بالجامعه وهذا الشيء كان كثير محفز لي وكان كثير كخبره ناجحه. الفكرة انه نحن لازم نشجع هي النقطة ونسمح ونشجع الجامعات انه تعمل مكاتب خاصة للتعاون مع الشركات ولحتى تقلص المسافة بين الطالب وبين الحياة الأكاديمية. في نقطة ثانية شفت من المهم التركيز عليها مو هي مو بس اهتمام المدرس بالطالب كمان اهتمام الطلاب ببعضه فصرت عم حاول ازرع روح التعاون بين الطلاب صرت عم حاول خليهم حاول يتحفزوا ويشتغلوا مع بعض فتسليم المشاريع والوظائف وحتى الامتحان هن عباره عن جروبات مجزئه لازم يسلموهم مع بعض. هذا الشيء بيخلي الطلاب يدرسوا بعضهم ويتحمسوا ويتشجعوا مع بعضهم. وبالاضافه انه الطالب الجيد يغطي على الطالب الضعيف لحتى يساعده يصير بمستواه. بالمقابل كمان نحن في عندنا كثير مبادرات جيده بين التعاون بين الطلاب مثل مبادره ويكولوجيا مثل فور نيو طلاب بشكل تطوعي بشكل مجاني بدرسوا بعضهم وبيساعدوا بعضهم بيعملوا محاضرات وورشات عمل هذا الشيء ما بيدل على النقص بالجامعه هذا بيدل على نضج بالمجتمع وبساعد على نضج الطالب بالناحيه الاكاديميه ومن الناحيه الاجتماعيه وانا هلا موجود قدامكم لانه طلابي بيعتقدوا اني استاذ جيد شكرا